تطور مفاجئ في العلاقات بين السعودية وإسرائيل، ومصدر أمريكي يكشف السر. في ظل حالة السلام التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط بعد توقيع اتفاقات السلام بين الإمارات وإسرائيل، باتت السعودية قاب قوسين أو أدنى من الانضمام لتلك المعاهدات، ويعتقد كثيرون من المحللين والساسة أن الرياض اقتربت بشكل كبير من الانضمام لمعاهدة السلام مع إسرائيل، وذلك ما أكده وزير الخارجية الأمريكي السابق مايك بومبيو. فقد قال وزير الخارجية الأمريكي السابق مايك بومبيو إن كثيرين في المملكة العربية السعودية يرغبون في إقامة علاقات مع إسرائيل، معربا عن أمله في أن تنضم المملكة إلى اتفاقات أبراهام التي أبرمت في ظل إدارة دونالد ترامب، والتي أفضت لإقامة علاقات بين دول عربية وبين تل أبيب. جاء تصريحات بومبيو الذي شغل منصب مدير وكالة الاستخبارات المركزية ووزير الخارجية في إدارة ترامب في تسجيل مصور موجه إلى حركة مكافحة معاهدة السامية التي منحته جائزة القيادة العالمية. كانت 4 دول عربية هي الإمارات العربية المتحدة والبحرين والمغرب والسودان قد وافقت خلال رئاسة ترامب على إقامة علاقات مع إسرائيل، كما سرت تكهنات في الصحافة الإسرائيلية بشأن دول عربية أخرى قد تكون مهتمة بإقامة علاقات مع إسرائيل في وقت يعد فيه إقامة العلاقات مع السعودية مكسبا مهما لتل أبيب. بومبيو قال أيضا في تسجيل إنه ثبت أن توقع المستقبل صعب بالنسبة إلي، مشيرا إلى اعتقاده بأن الكثير من الدول الأخرى ستسعى لإقامة علاقات مع إسرائيل، وأضاف أأمل أن تجد المملكة العربية السعودية طريقها للانضمام إلى اتفاقات أبراهام، أعلم أن كثيرين داخل هذا البلد يريدون أن يتحقق ذلك. كانت مصادر إسرائيلية قد ذكرت في نوفمبر تشرين الثاني 2020 أن بومبيو ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو التقيا ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان في مدينة نيوم السعودية المطلة على البحر الأحمر. أثار الاجتماع الذي نفته الرياض تكهنات في إسرائيل حيال إمكانية اقتراب التوصل إلى اتفاق لإقامة العلاقات مع الرياض، لكن المملكة شددت علنا على سياستها الثابتة منذ عقود بعدم إقامة علاقات مع إسرائيل قبل التوصل إلى اتفاق لحل النزاع الفلسطيني الإسرائيلي. في نفس الوقت لم تظهر الرياض رفضا كاملا لإقامة علاقات مع تل أبيب، إذ قال وزير خارجية السعودية الأمير فيصل بن فرحان آل سعود يوم 15 من أكتوبر 2020 إن إقامة العلاقات بين بلاده وإسرائيل من المتصور حصوله في النهاية.